هذا وقد تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. قد أعرب جلالته أيده الله عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بمفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يرفع جائحة كورونا عن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.